اشوفكم بخير. صار يا جدعان قبل نبدا بتاع النهارده. بص هتلف تلف وترجع لي في الاخر. المهم يا جماعه، صحي الصبح تلاقي خرفشه في الاوضه، عمال اقول ايه يمكن عيل صغير بيلعب في الاوضه عندي، تلاقي في خرفشه، قمت قايل ايه يمكن صرصار موجود في الاوضه. فانام في امان الله، تلاقي حاجه جايه جنب وشي بتقول لي ايش ده يا ابو حميد، انت تعالى كده خدني جنبك. ببص كده تلاقي المعلم ده ماشي جنبي. فقرون بص، مالكش عين تتكلم خالص، وهتلعب معايا ببجي. انا هتلعب معايا ببجي يا عم، سيبني ما تكعليش صوتك، كمان بقعد برضه واقفه ازعق، تفضل تزعق كتير كده. انا عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ عمال يزعق ازاي؟ فعمال يزعق ازاي؟ يا حمود ارحمني. طب انا هقول لك حاجه انا ما كنتش عايز اقولها لك. بص لي في عيني، الوقت اللي متفق مع قطه، اقول لك حاجه كمان، مصور الاتفاق، متفق مع قطه الوقت قدامكم يا جماعه، ان لو هو خسر معايا الجيم بتاع النهارده ده انا هسلمه للقطه. والله العظيم كيس. معلش يا صاحبي، الشغل شغله يا صاحبي، ما تزعلش مني. السلام عليكم. اكو صحه الله وبركاته. اتفضل فين بس، انت ليه مشترك؟ المهم انا عندي لك مصلحه. مصلحه؟ هو اللي يعرفك يجي له مصالح. اسمع بس، قدامي حته فارم لزلز، فاهم انت؟ لو شبه مدام نفخه كده يلزمك. عامل كام يابا؟ عامله 20 جنيه. ليه يابا؟ بيشرب برسيل، هم جوز جنيهات. جوز جنيهات؟ هي الحوار هيخسر معايا، بس انا اقول لك حاجه، خليك معايا على الموبايل بس في السخان، بس عشان الاهلي عايزين يرضعوا. يا عيني، شوف الولد عامل عياط ازاي. ما تقطعش قلبي بقى. اجري هات الفاروق وتعالى بقى، خليك جدع. انا هقول لك حاجه، انا العب معاه جيم يا عم ببجي، كسب ماشي، ما كسبش يا عم هجيبه لك. خلصه يا كبير، اتفقنا. فشكل كده يا معلم فاروق، انا هسلمك للقطه واولادها، ما تزعلش مني، الشغل الا لو حاجه واحده بس حصلت، انت عملت لايك للفيديو وصليت على النبي في التعليقات وعملت سبسكرايب للقناه. انا كده بقى ما عنديش دم يعني، فاهم انت؟ الوقت كده هنطلق صراحه. وبرده حاجه ثانيه، قال لي عايز اكل، اكلته افخم اكل في الدنيا. حصل ولا ما حصلش؟ والحوش ده مش اكل، انت بتلاقي الحوش ده في الشارع. والله العظيم كيس. انت بتعمل، انا يا عم انت بترضع ايه؟ انا مش امك. النهارده عايزين نجيب 25 كلايه، بتقول لي ازاي؟ ما اعرفش. هنجيب 25 كلايه ان شاء الله. هنجيب 25 كلايه؟ ماشي. يا اسطى المهزر معاك يا عم، عشان ما تقولهمش ان انا مجوعك. امسك. ايوه بس انا اول كده، هي مش مجوعه. انت كل براحتك بقى، بس كل هنا. تعال كل هنا يا اختي. امسك، ما تزعلش، اوعى تزعل. امسك اهي اختي. انت كل براحتك كده اهوت، على ما اخلص بس الجيم ده. قشطه المفروض اهو. ولا ابلع للكلام يابا، هو في الجو يابا. شوف تلاته يا اسطى، سيبني ركز بقى يا اسطى، سيبني ركز والله العظيم، واروق عليك يا اسطى بفول ودنيا. وبص هخلي ايه ده؟ استنى يا اسطى. بس محدش عاد بيقع يا جدعان، الطلق بيزغزغ والله، الطلق بقى بيزغزغ، طلق مع بابي يزغزغ، ما عادش في احترام لاي حاجه. بس انا عايز طلق يا اسطى. اسف يا اسطى، طلق يا اسطى بالله عليك يا اسطى، طلق. كله منك عمال يلعب ويجري ويفرك، كله منك. يا لا شوف قد ايه نازلين، بس احنا قدهم، احنا نجيبهم. الواد نزل قبلي، طب انت نزل هنا وانا هنزل الناحيه الثانيه. يلا تعالى يا معلم، المغزى يا معلم. المغزى ما عادش معايا طلق، مش عارف انت جيت مع مين، بس والله ما عادش معايا طلق خالص. بص يا اسطى، سامحني بليز، نوك فينش يا اسطى. عايز طلق. بص يا اسطى انا اسف، اي حد يطلع لي انا اسف، ما حدش زعل مني خالص. دلوقتي مش وقت اعتاب.
انت ابن حلال. يا عم يا راح فين؟ رحت فين؟ راح قول لهم كده اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ انا مش هكلمك المره دي، بس بقى سيبك براحتك عشان تعالى اقف هنا. يلا تعال نلعب لولو جديد. ماشي شجع بقى، بص شجع. هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ يا شوف واقف ازاي؟ مؤاخذة يا اسطى. الدكر يطلع. بس ادي واحد اهو. بس ادي واحد. يا ابني اطلع يا ابني، اطلع من الدرج. بس حماده ما تعملليش روشه، ما تعملليش، هتفضل رايح جاي قدامي كده، ما تعملليش روشه. اوف اوف ساكت. استنى. بابلو. مؤاخذه بابلو، انا اسف، حقك عليا يا بابلو. تعال والله الطلق، الطلق بقى في ابو كرم. انا مفكرك بطل ابو كرم والله، مفكره بوت يا عم. مفكر يا اما الواحد لسه طيب وغلبان بطريقه. يا جماعه بوتات جايين يتخانقوا جنبي والله مصلحه عنب. ايه ده؟ قال لي جاب البتاع دي هناك. يا انا عمال ادور عليك. بقول لك افتح بقك، افتح بقك بدل ما افتحه لك بالعافيه. امسك ارضع. بس كل عامل ازاي؟ عامل متسول. انا امسك سلاح، امسك سلاح. بس مموتش. يا مغلبني معاك، عارف انت العيل الصغير مع امه يا ولا. ولا راح فين؟ اهو اهو اهو، تعال يا ابني. خلاص هروح ارمي، انت ما عادش نافع معايا، احنا يا ابني ما عادش ينفع نكمل مع بعض، ما عادش بجد. انا احسن لك للقطه يا ابني، وهاخد منها 2 جنيه احسن لي منك. بصوا اهو، خش يا باشا. بس كده ريحه بيبي، ريحته كزره قوي والله بجد، كزره مش الوقت كزره. شغال تحت عفام عمال يشد في السيفون. ماشي بس مش سايبك يعني، انت جاي المفروض انت بتسمني مثلا، عايز تموتنا يا معلم. يا ابني مش عارفك والله يا ابني، خسرنا فيك كل الطلق ده اهو. مؤاخذة يا جدعان، والله ما عادش معايا لسه طبعا. والله ما قعدت عارف اعمل فيك ايه. اقف هنا بقى، اقف هنا، خليك قدام عيني. يا ابني انا اكو اصعب تحدي والله لعبته يا جماعه. انا مش عارف اعمل ايه. ايه يا اسطى؟ بحالف يا اسطى. يا اسطى يا اسطى انا بلعب بفار يا اسطى، مش هينفع الوقت تحالف والله يا اسطى. انا متحالف مع فار اهو. ايوه تعالى يا حزنبل، تعال حنكش انجري حنكش. بص بقى، بص دي، بص دي، بص دي، تعالى. هه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 ه
اي 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 مزح. ايوه يا صاحبي هي اللعبه كده، خنزر واجري. ما تزعلش مني يا صاحبي، مفيش حد جه يوصلني. يقول لي تعب يا حميد، تعالى انت مش كتير قوي، تعالى اوصلك. شوف شوف وصل فين. انا غريب. شوف ايه فين. انا غريب، مفيش ميه. عايز توصل ليه طيب؟ عايز توصل انا يا ابني؟ ما انا اشمك يا ابني، لو عارف ارضعك كنت رضعتك من غير ما تقول. معايا 7 انابل، ده انا هانبل لكم في الجيم ده. هتبقى انبول ليه؟ هيبقى جيم انبول لي. السلام عليكم. مغزى صاحبي، انا اسف والله. ايه ده، معاش ده انا واحد كمان بس. اقول لك ايه، يلا. انت هتعمل فيا ايه؟ ولا ما تخليش عيط هلا. استغل طوبة قلبي. يا عم يا عم انا مش على قد كلمتي يا عم، حرام يا عم. اقول الفيديو بتاعنا ده منظر واحد عمل فيه حاجه ولا ودوه القطه؟ ده جميل يا عسل. ده بص عامل ازاي. طب متعادش بقى، متخليش اعقد اكتر من معايا. خلاص بقى بتعقد يعني. بحضوب يا عم. لايك الفيديو بتاع النهارده يا جماعه، ما تنساش تعمل لايك للفيديو. لايك الفيديو بتاع النهارده يا جماعه، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه انت مش موجود عندنا. وفي نهايه الفيديو صلي على النبي. بس يا جماعه انا عارف ان انتوا هتقولوا في التعليقات يا جماعه، عارف انت لو قلت في التعليقات ان انا المفروض اديله القطه، يبقى انت فاهم انت من جواك شراني. انا كده ولا كده مش هعمل في حاجه يا عم، انا هاكله كده اهوت واسيبه يا عم كده اهوت فوق السطح، ياكل عندنا يشرب عندنا، عايز يمشي يمشي، ليك حريه اختيار. بس يا جماعة السلام عليكم.